إذا قيل لك هل الله جل وعلا يحب ويحب؟ فقل نعم، يحبهم ويحبونه. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: سأعطي الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. محبته جل وعلا للمخلوق محبة تليق بجلاله وعظمته بما يليق به سبحانه وتعالى. وأما العشق فلا يوصف به الله لعدم ورود النص، ولا يوصف به المخلوق في محبته لله. فإذا سمعت من يقول هذا الوقت هو وقت العشق الرباني، أو أن الله يعشق، أو أن العبد يعشق الله، فاعلم بأن هذا الكلام خطأ وضلال مبين.